نروح مع حضراتكم لموضوع تاني بيتكلم عن استرداد 16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، ده طبعا في إطار الأولوية القصوى اللي بتوليها الدولة للملف الخاص باسترداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها مرة تانية إلى أرض الوطن. لمزيد من التفاصيل معانا الأستاذ شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار. يا أستاذ شعبان صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. يا اهلا بيك يا فندم، تفاصيل 16 قطعه دول كانوا فين، خرجوا ازاي، وكانوا فين، وازاي قدرنا نستعيدهم مره ثانيه؟ في الحقيقه طبعا مصر زي ما سيادتك اشرت في الاول بتولي اهتمام كبير جدا بملف استرداد الاثار، ويمكن الفتره الاخيره يمكن انا كنت مع حضرتك من قريب وكنا مع وأشرنا على مجموعة كبيرة من القطع الأثرية. في العام الماضي استردت مصر أكثر من 5363 قطعة أثرية، وبداية العام ده مجموعة كبيرة ومميزة من القطع الأثرية. في الحقيقة طبعا مجموعة القطع الأثرية خرجت من مصر في فترات سابقة، يمكن هي حفر خلف فإحنا مش عارفين نأكد خرجت إمتى، ولكن التحقيقات ما زالت مستمرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين مصر. 16 قطعة مميزين، منهم 6 قطع كانوا معروضين وعرض متحفي في المتحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية، و9 قطع كانوا بحوزة أحد رجال الأعمال اللي كان ليه قضية مشهورة في الفترة الأخيرة، وكان يحوز مجموعة كبيرة من القطع الأثرية مش بس من مصر، من اليونان ومن إيطاليا ومن تركيا ومن العراق ومن سوريا، والحمد لله 9 قطع المصريين تم استردادهم، وقطعة عملة ذهبية كانت تباع في أحد أسواق الآثار في مانهاتن في نيويورك. اشتغلنا مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع مكتب المدعي العام الأمريكي لولاية نيويورك، وقدرنا أن احنا نستردهم وتم مصدرتهم، وإن شاء الله يتم تسليمهم إلى القنصلية المصرية في الأيام القليلة القادمة بإذن الله. طيب يعني احنا عندنا 16 قطعة، تفاصيل الحقبات الزمنية احنا عارفين ان فيها عملات من الذهب الخالص، وعارفين ان فيها كمان يعني تفاصيل عن القطع المختلفة سواء كانت تماثيل او غيرها، لو حضرتك تقول لنا كل قطعة بتنتمي او يعني اجمالا بتنتمي لاي حقبة تاريخية. هما اجمالا بينتموا الى مجموعات حقب تاريخيه مختلفه ترجع بعضها الى عصر الدوله الحديثه وعصر العصر المتاخر وبدايه العصر اليوناني الروماني. يعني عند حضرتك مجموعه من العمله الذهبيه الخالصه من العصر البطلمي، التمثال البرونز اللي معروض على الشاشه ده من العصر البطلمي، مجموعه اخرى من القطع في العصور المتاخره. طيب استاذ شعبان احنا ازاي بنقدر نوصل لان في قطع موجوده في معرض او في مكان ما، ازاي بنقدر نعرف ان في قطع دي موجوده اصلا؟ هل احنا عندنا اجهزه تتبع عشان نتابع هذه الاثار موجوده فين وبالتالي نبدا ناخد اجراءاتنا لعودتها مره ثانيه الى ارض الوطن؟ في الحقيقه طبعا ده سؤال مهم جدا، احنا عندنا اداره اللي اشرف برئاستها الاداره العامه للاثار المسترده بوزاره السياحه والاثار. الاداره دي بتتابع كل ما يتم عرضه من اثار مصريه سواء في صالات مزادات او يتم ضبطه في المطارات والموانئ العالميه او ما يعرض في المتاحف او في المجموعات الخاصه، والحمد لله قدرنا في الفتره الاخيره نسترد دلوقتي يمكن العدد هيزيد ان شاء الله اكثر من 29300 قطعه اثريه من 2011 وحتى الان، وده رقم كبير جدا الحمد لله. التجربه المصريه تجربه رائده، ويمكن كثير من الدول المحيطه بينا والدول اللي هي بتعاني من نفس الموضوع بتحاول استنساخ التجربه المصريه. عظيم. استاذ شعبان منذ ان تم رصد هذه القطع مثلا في مزاد معين او في معرض، ايه المراحل اللي بتمر بيها الحين عودتها؟ هي طبعا المراحل يا استاذ محمد بتاخد وقت طويل شويه، يعني على حسب كل قضيه، يعني كل قضيه ما يتم ضبطه في المطارات بتاخد بعض الوقت، ومراحل مختلفه من المراحل للاثبات انها خرجت مصر بطريقه غير شرعيه غير ما يتم عرضه في المزادات او ما يكون موجود في المتاحف العالميه او في المجموعات الخاصه، كل قضيه ولها ظروف خاصه وتستغرق بعض الوقت. 6 قطع تم رصدها في متحف المتروبوليتان، وقطع تم التعامل معها في الولايات المتحدة، وقطع أخرى تم التعامل معها في فرنسا، ونقدر نقول أن يمكن مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة يعني قدر يوصل لنتائج، وما زال التحقيق مفتوح في فرنسا. نتائج التحقيقات هتقدر توصل لنا إمتى؟ الحقيقة طبعا ده استاذ منا سؤال مهم جدا، الناس كتير بتسأل عن التحقيقات. التحقيقات بتختلف من بلد الى بلد ومن مرحلة الى اخرى. احنا مصر بننتهج سياسة ان احنا لا نعلن عن اي نتائج
في منتصف التحقيقات، وننتظر حتى تنتهي التحقيقات تماما ونسترد القطع بتاعتنا. والحمد لله السياسه دي ناجحه ان احنا استردينا الكثير من القطع الاثريه، ونحترم الدول الاخرى وطرق تحقيقاتها والتحقيقات التي تمر بها، وننتظر حتى ان يتم الانتهاء من كل القضايا ونسترد القطع الاثريه. طيب استاذ شعبان، ايه هي اكثر الدول اللي في بيننا وبينهم تعاون وتسهيلات لعوده هذه القطع مره ثانيه الى مصر؟ احنا عندنا الحمد لله مصر تتمتع في الفترة الأخيرة بعلاقات قوية جدا مع معظم الدول، فاحنا مع يعني بنستفيد من الولايات المتحدة الأمريكية، من سويسرا، من إنجلترا، من فرنسا، من أسبانيا، من دول عربية ومن دول إقليمية ودول عالمية. احنا عندنا علاقات مميزة جدا، عندنا كمان مجموعة من الاتفاقيات الدولية اللي بتساعد في عمليات الاسترداد. كنا أول دولة إفريقية وشرق أوسطية توقع اتفاقية في مجال استرداد الآثار مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع سويسرا ومع إيطاليا ومع أسبانيا ومع بعض الدول التي تعاني من تهريب أثارها زي دول أمريكا اللاتينية. طيب تنوع القطعة المستردة نتأكد إزاي من صلاحيتها؟ يعني إحنا مستردين أشكال مختلفة من القطع، سواء إن إحنا خدنا قطع من تابوت خشبي ملون بيمثل وجه سيدة، تمثال من البرونز لشخص راكع على ركبه، قطع من الكنتان المنقوشة، كمان إنها القطعة في بعضها بيرجع ليه العصور القبطية. فإحنا بنتكلم إن إحنا معانا أشكال مختلفة من القطع ومن عصور مختلفة، إزاي نتأكد من إن القطع دي لم تفسد في أثناء بقى خروجها من مصر وأثناء وصولها لينا إن شاء الله كمان؟ طبعا سؤال أستاذ منة، سؤال حضرتك مهم جدا. احنا بنتبع مجموعة كبيرة جدا من الإجراءات. أولا التأكد من أثرية القطع، يعني ده مجموعة كبيرة من إن هي جاية لنا القطعة الأصلية مش إنها نسخ. طبعا مجموعة كبيرة جدا من المختصين في البلاد دي في الآثار المصرية بيتم عمل الكثير من التقارير عليها، وكمان مجرد ما بنسترد القطع الأثرية إلى مصر بيتم عمل لجنة للاستلام من خبراء وزارة السياحة والآثار، ثم تدخل إلى المتاحف المصرية يتم عمل لجنة للتأكد من أثريتها، وهناك أجهزة أخرى كمان داخل المتاحف المصرية للتأكد من أثرية القطع. والشيء المهم إن هي مجرد ما بتدخل مصر بيتم عرضها على المعامل المركزيه المصريه في المتاحف للتعامل معها وترميمها وتجهيزها للعرض المتحفي في مصر ان شاء الله. دي نقطه مهمه جدا يا فندم كنت عايز اتكلم مع حضرتك عنها، هي اعمال الترميم اللي بتتم لهذه القطع بعد الاسترداد، لانه بالتاكيد هذه القطع بيتم تناولها من شخص لشخص اخر، بتكون موجوده في معارض، بتكون موجوده في مزادات، فبالتاكيد بتحتاج لعمليات ترميم. طبعا في الحقيقه عمليات الترميم ده شيء اساسي، مجرد ما تصل الى مصر يتم، وخصوصا ان احنا عندنا مجموعه من القطع اذا كانت قطع عضويه من الخشب، من المومياوات ما خلافه، او هي فراجايل او قابله للكسر، بيتم التعامل معها مباشره في المعامل وتجهيزها للعرض المتحفي. احنا كنا بتعرض على طول يا فندم؟ طبعا احنا عندنا معالي الوزير كان في قرار ان ما فيش قطع اثريه يتم استردادها ويتم وضعها في المخازن، يجب ان يتم وضعها في المتاحف. حضرتك لو رحت بكاميرا المتحف المصري بالتحرير هتلاقي قطع اثريه مسترده، المتحف الحضاره قطع اثريه مسترده، متحف الغردقه ومتحف شرم الشيخ ومتحف الاقصر، مجموعه كبيره من القطع الاثريه المسترده تعرض مباشره، وخصوصا انها قطع فريده وصالحه للعرض المتحفي. ازاي بيتم تتبع الاثار المصريه المهربه؟ يعني عايزه اعرف بنعتمد على ايه؟ مجرد ما بنشوفها معروضه في بعض المتاحف، مجرد ما بنلاقي عليها على المزادات اللي بتبقى موجوده على الانترنت، ولا بيبقى في طريقه معينه؟ مثلا كان عندنا كاميرات بتسجل، يعني مش عارفه بصراحه ازاي ممكن تكونوا بتتتبعوا القطعه المهربه. تتبع القطع المهربه زي ما قلت لحضرتك يا استاذه منى بتختلف من مكان الى مكان، يعني ما يتم عرضه في المزادات ده بيتم تتبعه من خلال الاداره اللي انا اشرف برئاستها، او موجوده ما يتم ضبطه في المطارات بيتم ابلاغنا بيه عن طريق الدول اللي احنا بنتعامل معاها. ولو مجموعه من المتاحف كمان احنا لينا ناس بتساعدنا، مش بتظهر في الصوره، بتساعدنا في ان احنا تقول لنا ان في قطع كذا او قطع كذا لو احنا ما شفناهاش، وبنعتمد كمان على مجموعه واليات كبيره مش نعم. مش المفروض ان احنا نفصح عنها، ولكن احنا بنعرف نوصل الى القطع اللي احنا تم التاكد من خروجها من مصر بطريقه غير شرعيه. طيب اخيرا استاذ شعبان، انتوا في اداره الاثار المستردة شغالين على ايه دلوقتي؟
لا شغالين على مجموعه كبيره جدا يا استاذ محمد من القضايا، ولكن احنا الاستراتيجيه اللي احنا بنشتغل عليها لا يتم الافصاح ابدا عن اي قضيه حتى يتم الانتهاء منها ونجاحها. وده يمكن القضيه دي احنا شغالين عليها لنا فتره طويله، ولكن الحمد لله ما افصحناش غير لما تم عوده القطع الاثريه. كل التوفيق لك يا فندم. بنشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا استاذ شعبان عبد الجواد المشرف العام على اداره الاثار المستردة بالمجلس الاعلى للاثار.